بحث وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح مع حكومة ولاية النيل الأبيض بقيادة وليها المكلف اللواء الركن حيدر الطريفي مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية. كما قدم الوالي تنويرا مفصلا عن مجمل أوضاع الولاية البيئية والصحية جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من محليات الولاية. وناشد الوزير الحكومة الاتحادية والمنظمات الأممية والوطنية مزيدا من الدعم لإغاثة المنكوبين بالسيول والفيضانات. إلى جانب ذلك، وقف الوزير على سير العمل بهيئة الأوقاف الدينية بالولاية، واستمع إلى تقرير مفصل من مدير هيئة الأوقاف بالولاية الدكتور محمد أحمد عن سير العمل بالهيئة والمعوقات التي تواجه عمل الأوقاف. ووجه نصر الدين مفرح هيئة الأوقاف بالولاية بتجويد العمل والاطلاع بدورها كاملا في المرحلة المقبلة، مؤكدا التزام وزارته بتذليل العقبات كافة التي تعترض العمل بالولاية.